عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو على كيفاش تصنع الكارير تاع جراند ثيفت اوتو والشركة نتاعها واللي هي روكستار جيمز. وشكون منا اللي ما يعرف؟ اول حاجة حبيت نقولها لكم انه امس هبطنا فيديو على السيد هذايا، واللي لو كان ما تعرفوش نحبك تكمل الفيديو هذايا وتمشي تتفرج على الفيديو هذاك، وما تنساش تعمل لنا ابوني على الشان لو كانك جديد تتفرج على اكثر فيديوهات مزيانة كيما هذوما. اول حاجة لازم نعرفوها انه الشركة هذه صنعت على يدين زوج اخوات واللي هما دان هاوسر وسام هاوسر. ولد سام هاوسر نهار 3 نوفمبر من عام 1971، بينما اخوه دان هاوسر تولد نهار 24 مايو من عام 1974، يعني بيناتهم جيست 3 سنين اكهو. الحاجه اللي لازمنا نعرفوها انه ام الزوز اخوات هذوما كانت قبل ممثله مشهوره، بينما اولادها الزوز كانوا مغرومين بالهيب هوب واللي هو موسيقى توندونس في الوقت ذاك على الاخر. بعد بمده صغيره واحد من الزوز اخوات هذوما اكتشف العاب الفيديو ام على التتريس والجو ذاك القديم الكل. بداوا الزوز اخوات يتعمقوا في المواضيع هذيا ويتعمقوا في العاب الفيديو اكثر، الى ان حلوا لنا شركه روكستار جيمز ومعها اول جيم يهبطوها في حياتهم واللي هي جي تي او ميسيون باك عام 1999. في نفس العام وبعد شهرين روكستار جيمز تهبط لنا جيم جديده واللي هي مونستر تراك ماندس 64، واللي هي ما عندها حتى علاقه بالجي تي اما جيم هبطتها الشركه نفسها. الحاجه اللي كانت تميز الجيمز بتاع زوج اخواتها هما انه الجيمز نتاعهم كانوا يعملوهم محاكين للواقع على الاخر، واللي في الوقت هذاك واللي هو 1999 و2000 ما كانش فما جيمز هكاكا، كانت الجيمز فاشلين على الاخر كيما ماريو كيما هذوك الجيمز القدم اللي ما عندهم حتى صله بالواقع. روكستار جيمز عجبتها حكايه الالعاب، وفي العام هذاك اتهبط لنا جي تي 2 قعدت تخدم فيها عام كامل وتهبطها على البي سي وعلى البلاي ستيشن وعلى اي حاجه في الوقت هذاك تخدم الجيمز. قعدت الشركه تهبط في الجيمز، وفي نفس العام تهبط لنا اول نسخه ترواديه لجراند ثيفت اوتو اللي هي جي تي اتهبطها لنا ومعها اكثر من 10 جيمز في عام واحد. جيت روكستار جيمز في عام 2002 وتهبط لنا جي تي 3 على الويندوز اكاو، لكن تودنا معها في نفس العام هذاك بجي تي فاي سيتي، وشكون منا اللي ما لعبش وما يعرفش جي تي فاي سيتي. قعدت الشركه عامين تطور في الالعاب نتاعها، وتجينا في 2004 وتهبط لنا جيم اسمها جراند ثيفت اوتو انفونس. وفي نفس النهار اللي هبطت فيه الجيم هذيا هبطت معها اللعبة الحدث واللي شكون ما يعرفهاش واللي هي جي تي سان اندرياس، وبدات المسيرة بتاع روكستار جيمز بجي تي سان اندرياس. قعدت روكستار جيمز تهبط في الالعاب ومعهم هبطت جراند ثيفت اوتو ليبرتي ستوريز وجراند ثيفت اوتو فاي سيتي ستوريز. Hey, apartments cost money, Tony. Just you remember who pays the bills around here. وبعد الى ان يجي عام 2008 واللي تهبط لنا فيه جي تي 4، ونورمالمون الناس الكل تعرف جي تي 4 واللي هي اول لعبه عندها بجرافيك مزيان على الاخر وبالرسمي تنجح برشا جي تي 4. كمل روكستار تخدم في العام هذوكم وتخرج لنا جي تي 4 ذا لوست اند دامن، وتخرج لنا جي تي 4 شينا تاون وورز، وتخرج لنا زادا جي تي 4 ذا بلاد اوف جي 20. وتجي روكستار جيمز وفي عام 2010 وتهبط لنا اللعبة المزيانة برشا واللي يعرفوها الناس الكل واللي هي ريد ديد. ومن بعد بثلاث سنين اكاهو تخرج لنا جي تي 5 واللي هي من اكثر الجيمز المعروفين في العالم ومن اكثر الجيمز اللي يلعبوهم العباد في العالم. في نفس العام هذاك ما وقفتش روكستار جيمز وتهبط لنا الاونلاين نتاع جي تي 5، ومن بعد تقعد تخدم في هذوك السنين كل والى ان يجي عام 2019 وتخرج لنا زاده الريد ديد اونلاين. تقعد اخر جي تي هبطتها لنا الروكستار جيمز واللي هي جراند ثيفت اوتو ذا تريلوجي ذا ديفينيتيف اديشن، واللي هي الجيم اللي خرجت مؤخرا بجرافيك مزيان على الاخر وبرشا عباد شافتها. شنو هي موضوع الجيم هذيا وشنو هي قصتها؟ الجيم هذيا هي ذا تريلوجي، تعني الثلاثة جي تي اوات واللي هما تحتوي جي تي سان اندرياس وجي تي فاي سيتي وجي تي 3. الثلاثية هذيا تخرجهم روكستار جيمز بفيرسيون اديتيد ومزيانة وبجرافيك طيارة على الاخر. وتوا هانا نستناو في جي تي 6 ووقتها باش تهبط، وحسب انا مريت عليها فيديوهات بالرسمي جي تي مزيان على الاخر وبجرافيك يطير يطير يطير، عمري بالرسمي في حياتي مريت لعبه فيها جرافيك كيما هكاك. اللي وضح لنا من القصه هذه انه حتى شيء ما جا بالساهل، وانه الروكستار جيمز في مسيرتها كامله خرجت اكثر من 50 جيم وفيهم
زون العشرة جيمز هكاكا ناجحين واللي هما ضربوا 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 بالرسمي، وهذا ايه وضح لنا انه اقعد انت ديما حاول حتى تشيلين تنجح لك بالرسمي حاجه في الدنيا هذه ما تعرفش عليها. هوني نكون وصلنا لنهايه الفيديو نتاعنا، لو كان عجبك تنساش تحط لنا اللايك وتشترك معنا في القناه باش نعطوا برشا فيديوهات مزيانه كي هذا، ويلا تويكا نقول لكم باي باي الناس.